طيب نرجع تاني نعطي مثال تاني. الآن الهيت ترانسفير ثرو فنتليشن، الفنتليشن اللي هي مسارات الهواء اللي عندي سواء للتدفئة أو للتبريد. الهيت ترانسفير تو ا سوليد وول از مينلي ليميتد باي ذا ثيرمال ريزيستنس اوف ذا سوليد وول. The heat transfer through a window is limited by the heat transfer to and from the surfaces. يعني لو أنا باجي بطلع الحرارة بتطلع من الحيطة هي بشكل أساسي محدودة بالthermal resistance لأجزاء الحيطة. يعني لو الحيطة بتتكون عندي من أكثر من مادة بدي أحسبها في هذا المجال. نفس الشيء الشبابيك، إيش المواد المكونة للشباك. الآن heat transfer through radiation can be neglected and is therefore be ignored. هذه عشان تخفف اللي هي radiation بالإشعاع أقلها. فالheat transfer through ventilation اللي عندي QV إيش بدي يساوي M في CB في الدلتا T. الآن M هي عبارة عن إيش؟ الرو في الV. الرو اللي هي معامل المادة، الدنسيتي تبعت المادة، الV الحجم تبعها. الآن لو أنا بتكلم على الهواء يعني بدي أتكلم M اللي هي إيش؟ الماس of the air exchange اللي عندي per second، CB اللي هي the specific heat capacity of the air، ودلتا T اللي هي temperature outside ناقص temperature inside، ورو اللي هي density of the air، والV volume للأير يعني قديش بدخل هواء في اللي عندي، وبدأ أضربها بقديش الحجم اللي بدخله وبدأ أضربه في الدنسيتي للأير بعطيني الموجود عندنا. نيجي نطلع إكزامبل عندي، إكزامبل of thermal conductivity and convection. الآن we will consider a double band window with. الآن اللي عندي أنا بدأ أتكلم على شباك إلو يعني في two glasses اللي هي طبقتين من الإكزاز، وفي بينهم مسافة اللي هي هذه معبية هواء. الآن الحرارة في الخارج 30 درجة، الحرارة في الداخل 20 درجة، يبقى الفرق بين الحرارتين قديش؟ 30 ناقص 20 بيساوي 10 درجات مئوية. الآن المساحة اللي بتكلم عنها مساحة الشباك 10 متر مربع. الآن الدي جي اللي هي السمك تبعت الإكزاز 3 مليمتر، and السمك تبع الهواء المسافة الهواء بدها تساوي 1 سنتيمتر أو 10 مليمتر. الآن معامل الهيت ترانسفير تبع الإكزاز اللي هي 0.96 وات بير متر temperature in Kelvin، والمعامل تبع الهواء بدي يساوي 0.24 وات بير متر كلفن، والهيت اللي عندي بدي ال HE بدي يساوي 23 اللي عندي، وال HI بدي يساوي اللي هي ايش 8. نيجي نطلع على ال R تبعت الويندو. ال R تبعت الويندو ايش بدها تساوي؟ اللي هي الريزيستنس تبعت الويندو بدها تساوي 1 على ال HE زائد دي جي على لامدا جي زائد دي اي على لامدا اي زائد هاي اللي هذا بنتكلم عن المعامل الخارجي، وهذا المعامل الداخلي، وهنا تبعت الاكزاز، وهنا تبعت الايش الهواء، وهي الطبقه الثانيه من الاكزاز. لما نيجي نحسبها حنلاحظ هذا ايش بتساوي 0.5914 متر سكوير في الكي على الدبليو. الآن هذه لو عندي اليو إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي 1 على الموجود عندي هان، يعني بتاخذ 1 على الرقم هذا تعطيني 1.69 دبليو لكل مترز بكي. الآن الكيو دي تبعت الويندو إيش بدها تساوي؟ يو في الدلتا اي في الاي الموجودة عندي. هاي اليو اللي هي 1.69، الدلتا اللي هي 10 درجات في ال المساحة 10 متر تعطيني 169 واط. هذا للقبل للدبل جلاس ويندو.
كويس هيك. الان السنجل جلاس ايش عندي؟ الاتش اي هي موجوده والاتش اي موجوده، فيش اللي عندي الا الجلاس بيساوي دي جي على لامدا. لما بدي اجي احسبها تساوي 0.1716 متر كي للوات، واليو تبعتها بدها تساوي 5، والكيو للسنجل جلاس بدها تعطيني 582.7. يعني الفاقد عندي 572.7 هاد، وهنا 169. شايفين الفرق بينهم؟ تقريبا اكثر من 3 اضعاف الحجم الموجود عندي، يعني تقريبا 3.5، مجرد اني استخدمت بس دبل جلاس ويندو. يعني في المناطق اللي خلينا نقول اللي فيها سواء خليها اقول اكستريم ويذر، يعني حرارات منخفضه او حرارات عاليه، استخدام الدبل جلاس بوفر كثير. نفس الشيء لو انا استخدمت في الحيطه البلوك اللي عندي، ما حطيتش اي حاجه، بدل ما انا استخدم طبقة بلوك واحدة حطيت طبقتين بلوك، يعني بدل ما استخدم حجر 20 استخدمت حجرين 10 وسبت مسافة بينهم، هذه حتوفر علي في استهلاك الطاقة بكمية كبيرة. Example of transfer of thermal energy due to ventilation، اللي هي حركة الهواء الموجودة في البيت. عندي درجة الحرارة 30 والخارجي والداخلي 20، يعني فرق الحرارة 10، والفاليوم اللي أنا بدخله 100 متر مكعب، يعني المساحة عندي حسبتها في البيت اللي عندي 100 متر مكعب. A typical volume flow of ventilation is 30 liter per second. طبعا ده كل مكيف بيقول لك قديش حركة الهواء اللي بتصير، هذا 30 لتر للسكند او 0.3 متر كيوب لكل ايش لكل الهاي. يعني عادة المتر المكعب بيساوي 1000 لتر، وانتم بتعرفوا هذا، يعني ما في شيء. التانك اللي بيقول عنه 1000 لتر بنقول عنه هذا متر مكعب تانك المية. Within 56 minutes all the air in the house is replaced by new air from the outside. الآن السي بي عندي تبعت الموجود عندي تبعت الهواء بتساوي 1005 جول بير كيلومتر كي، والرو تبعت الهواء 1.2 كيلوغرام لكل متر مكعب. فالكيو في اللي عندي بدي احسبها، بدي اقول السي بي في الرو في الفي في الدلتا تي، بدي يعطيني 363 وات، هذا الناتج عن تغيير الهواء. The total thermal power flux into the house is 363 الموجود عندي. لنشوف البلدان وقديش بتستهلك الطاقة بالإنسان في البيوت اللي عندي. لما اجي لليو اس بلاحظ طبعا اعلى اشي هنا electricity per capital household، وهنا ايش electricity used per electrified household، يعني هذا للبيت ككل، هنا لايش للشخص. هنا بنلاحظ ايش عندي، ال 12 في الامريكا 12 كيلو وات اور بير بيرسون بردي، هنا للبيت تقريبا بتطلع عليه هو اقل من 3، فحسبين ايش 33.7. في اليو كي عندي 4.6 وهنا 10.8. للنيذرلاند اللي هي هولندا 4.39، البرازيل 1.8 5.6، طلع عندي الهند 0.5 اللي عندي 2.9 الموجودة عندي. يعني عندما بدك تحسبها تطلع عندي أنا قديش بستهلك فاتورة الكهرباء وقديش عدد الناس الموجودين. يعني أنا مثلا فاتورتي بتيجي حوالي 300 كيلو وات أور للشهر، قسموها على 10 بتعطيني قديش؟ بتعطيني تقريبا على 30 يوم بتعطيني 10 كيلو وات أور. في البيت عندنا 10 تقريبا كل واحد تطلع حصته 1 كيلو وات أور بير بيرسون بير دي في المعدل تبعنا، هذا معدل طبيعي عندنا في فلسطين. لما جيت قلت لكم احسبوها على البيت اللي عندنا هنا باليوم بتعطيني ايش 10، لانه عدد الافراد اكثر. يعني هذا بنيجي في البيت هنا قريب لليوكي
والافراد بنيجي بين تشاينا وبين انديا في هذا المجال. الان للابلاينسز انكلودينج لايتنج بير كابيتال، بلاحظ ايش اللي عندي في الموجود في اليو اس 7.2 الابلاينسز والهاي الالكتريكال سبيس هيتنج اند كولينج بير كابيتال 4. بنلاحظ امريكا اكبر معدل، بعدها اليو كي بيج جامب، بس طلع على انديا تقريبا لا شيء يذكر. احنا زي ما قلت في الارقام تبعتنا هنا بنيجي في بين تشاينا وانديا تقريبا في هذا المجال. ناخذ بريك ونرجع نتكلم عن اخر جزئيه في اليونت 1 اللي هي انرجي يوز ان اندستري. يعطيكم العافيه.